اسمعني ريت الله. لا تقول هذه يو يقول نعطيه لك صريم نعطيه لك ها قال لك مرحبا ابغى هذا هو لي جيرو جيب ابوني بارتاجي 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 دكوال الله يعمرها دار هاني دابا نعاود لك على دكوال مقاودة هذه على دكوال هاد الناس ديال بكري كانوا ما تيعرفوش يصيدوا بحال هادو ديال دابا قسم الله يفتح عليه سير الله يفتح عليه وسير على عليه اختنا رجال حنا راه الحمد لله كنا خوت كنا مغاربه كلشي كدا راه الله تعالى قال لنا فائده كنتو عدا يهود ونصارى الله تعالى جعلنا اخوان بنعمته وجعلناكم شعوب وقبائل لان تتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم خلينا من الهدرة هذا مراكشي احديك الرك ها يقا ولاد القحام ها الريفي احديك الرك راه النصارى داروا لنا ذاك الخداوي تخلقوا لنا العداوة مع بعضياتنا علاش هادو سماهم دكالة راهم اسمهم دوكالة راسو تيكالي هاد الرويد ورجليه تيكالي هاد الرويد طويل على سياد ما سميتهم سياد ما هادوك راه رجراجة ولكن صار اسمهم سيادمون كي سيا لو سيادمون لو سيان هو الكلب ولودمون هو الشيطان الكلاب الشياطين دق معاك الرك وسير قرا الفرنسيه واجي تسند لعبد المجيد راه سبعات اللغات وزبي هي ثمانيه حق الله العلي العظيم كاين كره شوا ثانك يو وشين ويا القلاوي حتى هي بعد كي ترانا تعلم لها الاخرين هاد الجامع فينا راه مدرسه وليد حق لا اله الا الله لا كانوا الناس كيجيو سيدي من 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 المدن ومن القرى وتيجيو لهاد الساحه هادي اسماوها الادباء والشعراء سماوها جامعه الفنون جامعه ديال الفنون قال الانسان تيجي من الباديه كما كنقولوا حنا دابا امي كيدور كيتسالى بجامع الفنا كيلقى الفقيه كيعاود على شروط الوضوء هاكي تغسل يديك هاكي دير لمناخرك هاكي دير لودنيك هاكي دير تشنجه هاكي دير كذا الى دار يومين ولا ثلاث ايام تيتعلم يتوضا الغديه تيدور ثاني بجامع الفنا كيلقى الحكواتي كيعاود القصاص كيعاود على موسى ويعاود على عيسى ويعاود على ابراهيم وعلى عيسى الى دار الانسان غير ثلاثه السيمانات في جامع الفنا كيتسوعه كاينه سيدي ولا ما كاينه وهضروا الشباب اجي دابا دور ثلاثه السيمانات جامع الفنا والله ما تعقل انت لقيت كرك شاده وانت تقول ما كاينه معنا شويه تعلم الزمله هنا حطوه ليك هنا نغزوك انت تولي غادي وانت تقول هاي جبدو يخليه تمنيت ما غايجبدوش كاع طلع لي هاد القلاوي انت معنا ولا حق الرب وليدي بالرب العظيم تنقول لك سير ابني تير الله يرضى عليك سير بيع كلينيكس الله يضربك ماما الله يكون في العوان صافي كبير اسمع هادي راه قبيله بين نعاودها لي وعاودتني هاي كانوا الناس ديال بكري ماشي بحال هادو ديال دابا تابع البنت في الزنقه كسكس ما تشوفوكش الغزال بانيني ماكسي القلاوي الا هاد الماركه الاولانيه كان تيدور في السوق كيدير في المراه كدير فيها تيجي لها عقلتو على هاد النكوة كتبعو ولا كيتبعها ما كيهضرو ما تيتكلمو تالين المحال ما تيعرفو هادوك ديال بكري لا حيدي الحوايج لا لامور لا بوسان لا والو ها كتقعد كتقلش كتقعد على شراوتها
كيقعد تاو على جلابيتو كيعطيه ليها. عاد كيبداو يسولوا بعضياتو. هو خدام عاطيه ليها وهي قالت لي يا تا يا تا يا تا منين؟ هو تا هو خدام عاطيه ليها وتقول لها اح 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 ريزي. عاد قال لي تاني هو وتي 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 منين؟ هي قرب يجيها شاده فيها تقول لي يا دك يا دك يا دك عليا ها قهوة وعاد عرفوا بعضياتهم منين. واجي عند هاد القلاوي ديال دابا غادي هو وياها قاعدين في الجريدة. البنت واكلة طبونا قالت لي سي محمد ديال اسال الجريدة. قال لها والله العيد ديال سي بانيني وماكسي. قالت له نوض نوض يلاه لا يجي يحوني انا وياك نوض نوض نوض. يا ودي بانيني يا ودي ماكسي. وينا بكري اللي غادي مع البنت كيدير ها هي حتى هي كدير ها هو بغى اللي يحويه هي بغات اللي يحويها. واش كل ما يحوي هاد القلاوي انا راه عييت. غادي نولي القدام اي ولي ليا القلاوي الا قيمتيه سمرو فيا. ثلاثة ها خمسة ستة سبعة ثمانية اسمعي غير طبعا لا تا يقول هذه هي نعطيه لك شريف نعطيه لك ها قال لك مرحبا ابغى هذا هو لي قلت لك فوتوني هنا نحوي وكل شيء انت دابا ظنيتي الخير ولكن قالوا سيادنا الاولين دعوات الكفوف ام ضامين السيوف دخلت عليكم بالله اخوتي لما هزوا هاد العلمك ما تنعتوا لا في هذاك ولا في انا نعتوا هنا الوسط قولوا بالشفاء ليه لما زيدوا بالشفاء زيدوا الثالثه هكا ولدي سير الله يشافيك ويعافيك انت والوالدين ان شاء الله واللي شك راه يخاف راه هاد الجامعه الفنيه عقلت عليها انا على رقبتي الا ها هما ها هما في سوق جديد دابا عندهم الحوانت إذا كانوا دايرين الطبق والفيليلات وكيطلع الكيران والمسكات سوينكو وتيجي ديك الساعات كيجيب درهم كتعرف شناهي هي درهم وكيعطيها للحلايقي أنا مزاوقة الشريف إلا ما دير لي دعوة بيتسالوج في هاد البلاد ها هما تبارك الله كلهم بسوارتهم على رقبتي راه النية بالنية والمقصود الله الإنسان قال له مو النية كيربح في موضع الخسران شتي مو النية سيفطر بلاصة الخسارة ويربح. إيوا هاد البركة اللي عطيتونا الله يجعلها رحمة على والديكم قولوا أمين. بسم الله بسم سير الله يرزقك العوين ورضاة الوالدين. شوف ها هاك عبد المجيد وكيضحك ايه من القلب خالص ما نخدعوك ما نقربوك ما والو ياك ما تسنى حتى حنا نعطيك شي قريعه عامره بالشمع كحل هاك دهنو راه طوال قال لي دهنو راه يغلاق ايه الاخر تاهو مسكين مكلخ هاك هاك عطيني ديك تاع 2000 ملي كيعطيها ليه كيجي عنده السيمانه الاخرى ها شريف ديك القرعه اللي بعتي ليا كاع ما طولاتو الاخر تاهو من ولاد القحاب تيقول على كي درتي ليه تيقول له دهنتو ناس ايه وكان عليك تفيقو لا دهنتو فايق ايه وكان عليك خليه تينعس ما عندكش لا عندي انا الاخرى كتوسع الكر كارانتي والله لا وبنادم خالط معاك الرؤيه ودق باعيق قول انت قاعد البوماده بصح ها هي اذكر القنوفه لا يقول لك نسيتيها يلا سيدي ها هي البوماده بصح اذكر طوال وغلاط يا واد سبع يا ولد الحبابة جندي قداش ما يولي هذا تا هو ما يولي كذوب بنادم مريض في كر والله وانا كنتعجب لهاد الشباب ديال دابا لانه هو هاد الشباب ارجعوا شويه اللور اولدي ردوا شويه انتم انتم ليه الله يرحم الوالده والوالد ارجعوا اللور اسيدي اشرف شويه اللور الله يرحم والديك سير شويه اللور معاه
راهو وليدي انت قال لي راهو هاي ودي داكو. زمان الزمان كتقولوا زمان ديال السرعه والزمان ديال التطور والتكنولوجيا والسياسه والواي فاي والبلوتوث ولا كونيكسيون اوزبي كاع هادشي شاري القراد هي اللي خاصك تلقى حابرة عزيز عليهم هاد القلاوي لا كلشي هاد الخراتي بيموتو يبدا والله لا قلبتي هادو هاو شتي هادو والله لا تقلبوا لك بالله داخلين الفيديوهات وكذا والله ما يتفرجوا في لاشين ديالي لا كل ما فيها التروبيل هما راه كاع دايرين نيت اخرين دايرين ولكن ما يتفرجوش هادو خطر هاد القلاوي هادو اش شدي لا ما شديتي اشريف سامحنا الله يرحم لك الوالدين لوليداتو كنقولوا شي هضره شويه ايه خلي اشريف رجع شويه هكا المراه مع راجلها تسحب جا في الطاقيه الجلابيه قالت له بلاتي نشوف واحد الفقيه اش كيعاود سيري انا راه ما فقيه ما قلاوي ما والو راه كنت كاع بغيت نكون فقيه وين هاد ولاد القحاب تعيطوا للفقيه غير بحال الخطر ضربوا جن عيط للفقيه يلا باش انا نقرا عليه يخرج من الكرو يدخل ليا في الكريانه اللهم خليه فتين تمك نيت شتي ولاد القحاب علاش بغاو الفقيه ولا مات شي واحد عيطوا للفقيه غسلو خافوا منه وعيد دينا نغسلك الله لقاك باقي ها اذا ما يلقاوني خدام ابوني اذا كاع حصلوني نقول لهم لا راه ضروري تنقالي المصران من الداخل ها يا امك لا قول بتيلي بالرب ايه هذوك اللي مشاو للبحر يشربوا شي هذوك ماشي مشاو للبحر هذوك وليدي مشاو للروضه وقاعدين تيسكروا وباركين تيغنيو هذيك الروضه ساكن فيها واحد العفريت ويخرج لهم داك العفريت قال لهم واش انتم قليل عليكم فين تسكنوا لا لا جايه للروضه ماشي مشكل وكتسكنوا قال له ودي راه حنا غير مبليين وكنسكنوا وكنخافوا كنتخباو في هاد الروضه حتى كنشربوا هاد القريعات وكنمشيو في حالنا وراه المساكين هذا راه مولا وليدات وهذا مولا وليدات وانا مولا وليدات يا قال لهم داك العفريت من انت مولا وليدات وهذا مولا وليدات انا غندير معكم واحد الخير زين ولكن ما باقيش تجيو لهاد الروضه قعدوا وليدي شويه الله يرضي عليك رجع له راه كدرك ليا الشاشه داك العفريت غبر وعاود رجع هو يجيب معاه ثلاثه ديال البيضات ويعطي لهذا بيضة وعطى الاخر بيضة عطى الاخر بيضة داك الاخر يشدها ويقول ليه قال له هادي بيضة اش غنديرو بها قال له هاد البيضة ديال دارك نوي فيها داك الشي اللي بغيتي الفلوس الذهب الديامان ضربها مع الارض تولي لك الدار كلها فلوس يلاه هو سيرو ولا باقي تجي ولاد الروضة راه اللي جا هنا نعوج امو مشاو جوج واحد غير دخل الدار براخ دب ولات ليه الدار قاعد دب الاخر ضربها مع الارض براخ ديامان ولات ليه الدار قاعد ديامان الصباح فاق هذاك دقوا على الاخر ايا اش ترجم لك البيضة قال له دخل اواد دخل تشوف راه الدار عندي عامرة دب قال له انت قال له دخل اواد دخل تشوف انا راه الدار عندي قاعد ديامان قال له داك صاحبنا الاخر ما عطاش دربية قال لي يلاه ندقوا عليه خرجت مرته فينا هو فلان قال لي راه باقي ناعس من البارح فاش جيتو راه باقي ناعس وما يدخلوا عنده باهية انا ضا من النعاس ناض مقلوب اش درتي بديك البيضة قال لهم راه جداه تدا فوق الماريو راه باقا فوق الماريو جبد يا ولد القحبة جبد راه انا داري عامرة ديامان وهذا دارو عامرة ذهب لاخر بديك القلبة جل البيضة فلتات ليه ويا بطيح قال صاحبو شد 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 داك القلاوي باخ ولا الدار كاع قلاوي
ولات المرأة بركة عليه. شوف هاد القلوة كي دايرة، شوف 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 اش هاد المصيبة. واز واحد القلعة مشى تيجري لديك الروضة تيكب ويشرب، الله ينعل دين العفاريت ودير، ويخرج عنده ذاك العفريت قال له ماك، قال له ها على الله راه وقع ليا وها وقع ليا وراه فلتات البيضاء. وقلت شداك القلاوي راه الدار عندي عامرة قلاوي، قال له هاك ها بيضاء أخرى دي أقول حيد داك القلاوي لا غادي تحيد تاها وغادي تيجري رسول الدار باخ حيد القلاوي. قول شي داك القلاوي تحيد سامي دار أقول قلت القلاوي ما كيني على ما حمقين يصفقوا عليا ولي ما ضرب الرش الزامل. والله الا واحد قال عربو الزامل وضرب الرش مشكيل كاع لا اسمع لا هذيك لا هذا واحد خينا تاني مالو عنده واحد نسيمتو ها وما بقى بالمرأة طمع في النسيمة بيحويها. واحد النهار قال لها الله يمشيو البلاصة الفلانية عند الناس امشيو عليك أولي. وهو وصل شي دراري صحابو قال لهم هندوز أنا ونسيمتي وانتوما كريسيوني. داك الشي اللي دار هو غادي مع نسيمتو وما يوقفوه جبدو عليه الجناوة وقاف. قال اش داك الشي؟ قال لهم ها على الله هذه راهي مرتي وحشومه تخسروا عليا مرتي. قالوا لي اذا كانت هذه مرتك حويها قدامنا. وهو ذاك حبا موصيهم ويبرك على نسيبته هاك 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 حواها مشاو الدار. يا قال لها شتي بعدا كل ما قلت لهم مرتي قالت لهم ذاك حبا على هذوك كل كانوا جابدين عليك السيف والجنويه كيف يدير تقيم عقت به جابدين الجنويه وانت مقيم صحابك هذوك ولد القحبه ها الدكاكه شفت تزيد لي حداك الريم شوي بشوي رجع رقنا وانتم ما هضر كاك راه خطر. ويلا راه فاش كانت الحره قادا هما واحد تابع واحد المراه عندها واحد الكر وهي توقف عند واحد مول الحوت. اسكت شويه هي وقفت عند مول الحوت لا خرجوا واحد طو ليها بديت نحرك حطوا ليها وعيني فالتي نديرها مول الحوت عاقبه قال لي اش خصك تشري من سبقوك انت الاول وحطوا ليها قال لي عندك الرايه قالوا كاينه قالوا قال لك القايد علقها وديها في كرك. يلا يا ولاد الغرام ما تحسروهمش هاد الحراقه والله لا حصلتي وحطوا المراه في الطوبيس دايرها وهي الدور قالت لي ويلي اش كدير؟ قال لي يا معلم قالت لي لا دابا دابا قال لي كونجي يلا يا حصلتي القلاوي والله لا حصلتي لا مصيبة الله إلا واحد اختلاف الحلقة عندي أنا واحد تيقول له جمعي ولد عمرة تعرفوه الدراري هنا ومسكين تا هو مبلي وحاطو الواحد هو يدور هذاك قال له قال له صاحبي خلينا نتفرجوا قال له تفرج علينا حاطو لك في عيني قول له تفرج ويلي قحبان قال له انا حاطو لك في عينيك تفرج هذاك زامل هذاك طلع عليه الدم ويمشي كاجا مني كاجا في العسكر هذاك القرايدي كيسولو قال له اذا كنتي شاد السلاح وجاك العدو من اللي قدام اش غدير ليه؟ قال لي غادي نقتل والدي ومن كوماندار يا قال لي ولا كنتي شاد السلاح وجاك العدو من اللور اش غدير ليه؟ قال لي ويلي على هذاك عدو من كوماندار هذاك ماشي عدو هذاك حدوي ابوني يا ديروا حاجة تاني ياك من قبل ولا تنعاود لكم